باش يعملونا كيما شدونا قبل. وثم 12 حالة مو من عينيها حاوزوا فينا بالكراه. بس احمد انا مروح والمحطة النقريبي ولا البلدي حل الباب، انا نمشي واخر وقد عملت هاك جد في راسي حل الباب وضربني واحد اطلاق النار كان عشوائي حتى على المرة في الطريق، ثم من يحمل مريض من يحمل مصاب الى المستشفى تطلق عليه النار عشوائيا. لإخراج المساكنين إلى وتجمعهم في الساحات العمومية، ثم إطلاق الرصاص الحي عليها مباشرة، وكان التصويب مباشرة في الوجه وفي الصدر وفي أماكن أخرى نحشم كي نقولها. افتحوا الجامع خاطر فيه مصابين في وسط الجامع الداخل. وكلمة ديكاش مش تتعاود للجهة واللي بعد، وحورت كلمة ديكاش مش تتعاود للمجلس من السليانة، شعب سليانة سيدها حسين محمد التاريخ، شعب سليانة شعب ثوري، شعب رجولي عنده الشجاعة الكافية باش يخرج الاستعمار. بلغ له سي أحمد إبراهيم، بلغ له سي صاحبي يعطيك، نحن نموت وبلادنا تبقى حية، واضح؟ نحن نموت وبلادنا تبقى حية. ها هو الكرتوش اللي يرموه حلالف احنا؟ ما هي في البال هذاك. حلالف احنا؟ هذه يا سيدي. هذه ما يحطوش فيها الكسكسي، سيبوها معبية بالرش. هذيك معبية بالرش. ماناش حلالف احنا. يا سي يا خيان ضيوف سليانة كانت تحلم بهذه الثورة، كانت تحلم بكونه باش تاخذ حظها، لأنها مدة عقود كانت مهمشة، كانت معاقبة أصلا مكتوب عليها. ما عندناش معامل في سليانة، ما عندناش معامل القبح يخرج من سليانة والحليب من سليانة، لكن طبيعي قلنا باش على الاقل ثم صناعات تحويليه في البلاد هذه اللي تشغل الشباب. هذا الشباب اللي هو اليوم معطل منذ عشرات سنين. يطالبوا شبابنا باش يمشي يجمع الزيتون. احنا المعطلين اللي ما عندهم الشايد بالالاف اللي يجمعوا في الزيتون. كيف الموقوفين اللي تحدثنا عليهم واللي هم عندهم تو تقريبا عام وثمانية شهور وموقوفين دون محاكمة، كانت قضية مدنية بعد بدلوها واعطوها صبغة سياسية ولت قضية عسكرية بالأساس، واليوم عام وثمانية شهور وطلبنا في العديد من مرات يا ناس حاكموهم عدوهم على القضاء. احنا رانا مع قضاء مستقل، اما اليوم باش تخلوهم وموقوفين دون أن يتعدوا على العدالة، هذا نرفضوه وهذا أساس المشكل. اليوم يا سي أحمد وعندي وثائق وكنت موجود هنا وريتها لبعض الصحفيين، نأكد لكم جميعا كونوا قنوات الحوار مع والي جهة كانت مسدودة منذ مجيئه تو 10 شهور تاني.